أنا راح أفاتح هيئة الرئاسة، أنا راح أفاتح هيئة الرئاسة بقدوم الشهود، وأعتقد هنالك شهود في هذا الأمر، فلذلك سنأخذ قرار من هيئة الرئاسة بأن هؤلاء الشهود سيحضرون إلى مجلس النواب مع وجود مدراء الإصلاح، مع وجود السيد وزير العدل، مع وجود مكتب حقوق الإنسان، مفوضية حقوق الإنسان، وجهات ذات العلاقة. راح نسويها جلسة مكشوفة، أكيد راح تكون هنالك معثرات، لكن في نفس الوقت أنا أتمنى وعن طريقكم الذي يدعي بوجود مثل هذه الأمور أن يكشف أمام مجلس النواب، أمام اللجان المعنية، أمام المفوضية، أمام الإعلام. لا أريد مجاملة، لا أريد مجاملة، لكن أريد أيضا دعم هيئة الرئاسة إلنا.